طيب هنمشي لنقطة تانية مهمة وهي بطولة دوري أبطال إفريقيا للأبطال. فريق المريخ هيواجه طبعا فريق ريفرز اليونايتد النيجيري. تصريحات كانت نارية ممكن نقول عليها لمدرب هذا الفريق بأنه سيحقق الفوز على فريق المريخ. في رأيك الآن مع وجود المريخ في البطولة العربية، يعني كيف حيكون البالانس، كيف حيكون التوازن لفريق المريخ بين مواجهة في البطولة العربية، بين مواجهة في الدوري الممتاز، بين مواجهة في دوري أبطال أفريقيا واللي بيأمل هو فيها وأيضا المدرب أنه يقدم فيها خطوات لدور المجموعات. شوف المريخ في الموسم ده أمام موسم استثنائي، لو وصل لحد المجموعات في البطولة الإفريقية حيكون خاض 10 مباريات، وصل لحد المجموعات في البطولة العربية فقط حيكون خاض 7 مباريات، زائد 34 مباراة في الدوري الممتاز وعلى الأقل 4 مباريات في الكاس، أنت بتتكلم في 58 مباراة، ولا حتى برشلونة ما بيخوض 58 مباراة، ميسي وده ما حيخوضوا 58 مباراة، فرق كبير جدا بين اللاعب في برشلونة واللاعب في المريخ. جارزيتو أجاب على هذا السؤال وهذه المعضلة بأنه هو حتى شهر 5 هيلعب بتشكيلة غير ثابتة، هتكون قاعدة مشاركاته تشمل كل اللاعبين في الكشف، وسيكون التغيير والتدوير ما بين اللاعبين في التشكيلة. ده الحل الوحيد أمام المريخ. لو لعب المريخ بتشكيلة ثابتة لن يصمت، ما حيقدر، قد يغادر عربيا وقد يغادر إفريقيا أيضا. أنا شايف فريق ريفرس النيجيري فريق قوي جدا ومتمرس، هو فريق تأسس 2015 باندماج ناديين دولفين وتقريبا فريق فروك، تقريبا دولفين ده هو الفريق الذي أهدانا الراحل ده هو اللاعب الحالي كلتشي، وكان وصيف بطولة الكونفدرالية في 2005. اتحاد ناديين هي ولاية أو مقاطعة الأنهار تقريبا. ريفرز النيجيري فريق متمرس بدليل انه هو فاز على بوماكو المالي، تعادل معه 1-1 وفاز، وبوماكو من الأندية الإفريقية الكبيرة وإن كانت الكرة المالية في تراجع، لكن أيضا هذا الفوز مؤشر. لكن ترتيب الفريق في الدوري النيجيري هو الترتيب المركز 11، يعني ترتيب متراجع. دي كلها أمور بتجعل برضو المريخ أمام فريق قوي وخاص من شرس. نعتقد المريخ هو أكثر نادي غير محظوظ في السودان في مسارات البطولة للعام الحالي 2017 بمواجهة فريق ريفرز النيجيري. طيب.